بايا للسيرين وواتر الجبري يشغل من الطرف الايسر والتدخل امكانيه للتسديد، كانت اول امكانيه في هذه المباراه من جانب سليم املاح. الدعم المعتاد للاعب نادي فالنسيا في البطوله الاسبانيه لاعب لريال فيادوليد، لكن نزول لريال الى دوري درجه ثانيه دفع للبحث عن نادي اخر يلعب اليوم. سيس رومان عبد الصمد الزلزولي الجناح الايسر وعوض اليوم من امين عدلي، ينتظر منه شيء الكثير امين عادلي في منطقه الجزء. لاعب ارتكاز امر عادي في غياب سفيان امرابات الذي لم قدرات القياديه لمدافع الفريق الوطني رومان سيس، استلام الكره ويتحول بالكره من الطرف الايمن لاشرف حكيمي. امين عدلي هذا مهاجم نادي باير ليفركوزن فليرت اليوم يختار اللعب للفريق الوطني طواعيه، واحد من اللاعبين لكي يتجاوب مع نداء القلب. كرة للمنتخب المغربي بالمهارة يحاول المرور من الطرف الايسر عبد الصمد يلعبها لسليم املاح، محاولة رومانسيس منتهى الهدوء منتهى الهدوء، لا تقف نفسه قدرات رومانس يوليها وليد اهتمام خاص. رومانسيس سيظل قائدا للفريق الوعودي الممتاز دوري روشن. كرة في التماس الفريق الوطني من الطرف الايمن امين العدلي، محاوله التوغل للحكم ليوقف المباراه التي اقيمت في مراكش. كره لوسود الاطلس في منطقه الجزاء، كره بالراس من نايف اغارد، نايف الارتقاء بالراس لنايف اغارد كان بامكانه انه يضعها في مرمى المنتخب. منتخب بوركينا فاسو من الطرف اليسار، امكانيه لمنتخب البوركينا بتمرير كره عرضيه، لكن من كره من عبد الصمد من الطرف اليسار بالمهاره، مر عبد الصمد الزلزول من الطرف لعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اشرف في منطقه الجزاء. استلام الكره، محاوله للفريق الوطني عبر يوسف نصيري، تعود من جديد عز الدين وناحي. عز الدين مع نادي مانشستر يونايتد مع مدربه السابق في نادي الضائعة، تتحول المنتخب بوركينا فاسو عبر الهجمة المضادة السريعة ونايف اغارد الايسر المساحات التي يهواها عبد الصمد الزلزولي من الطرف الايسر وعود فاسو تابسوبا، تعود من جديد رومانسيس رومان تأخر، محاولة تضييق المساحات على لاعبي فريق الوطني. عز الدين وناحي يلعب كرة من الطرف الايسر، كرة بالراس من عبد الصمد ادمو ادمو لاعب نادي سليم املاح. هذه عادته سليم، هذه قدرات وهذه امكانيات سليم املاح. يوتزيكش سليم املاح اليوم مع نادي فالنسيا سيكون اكثر، وزنزولي ويحيى عطي الله كره والضغط من يوسف نصيري، تعود الكره من جهه تماما للطرف الايسر نحو نايف رومانسيس رومان والتدخل من سليم لعبد الصمد الزنزولي، كره عرضيه في منطقه الجزاء والتدخل من ايسو فوديو لابعاد الخطوره، ضربة زاوية للفريق الوطني في منطقة الجزاء لمنتخب سود الأطلس بالراس، تعود من جديد عز الدين والإمكانية للتمرير العرضي في منطقة الجزاء لمنتخب البوركينابي، لكنها توغل في منطقة الجزاء ونصير المتابعة نصير. أدوار متعددة في الخصال الفنية التي يبحث عنها وليد الركراكي، كل يدافع والكل لديه رغبة فنية. كرة من أشرف حكيمي، حكيمي في منطقة الجزاء زلزولي وتدخل، أربع لاعبي خط الوسط ومهاجم وحيد في الخط أمامي هو مهاجم تابسوبا، إمكانية للتوغل وتدخل نايف اغارد باعتبار واحد من أبرز المدافعين في البريمير ليج. كرة في منطقة الجزاء نحو يوسف نصيري، كانت قراءة ممتازة جدا من الظهير الأيسر يحيى عطي الله، تصل للحارس كوفي كواكو إيرفي. كثيرا الفريق الوطني في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكوت ديفوار مواجهة منتخب رباط وبوفال ولاعبين آخرين، وفي منتخب بوركينا أيضا كثير في هذه المباراة. وسالو درامان، تعود الكرة من جديد، تاريخ كرة القدم المغربية، كرة لمنتخب بوركينا في منطقة الجزاء. وصل الأمين العدلي، أمين العدلي يلعب كمهاجم ثاني في هذه المباراة، يتم لإجبارهم على ارتكاب أخطاء في التمرير، هذه واحدة منها اللي شفناها. لكن وسط هذه الرقابة وهذه الكماشة الدفاعية والتحول السريع لأشرف حكيمي، تابسوبا إدمون وعدد من اللاعبين، كرة ليوسف نصيري إمكانية لمسافة تسديد ممتازة جدا للفريق الوطني عبر يوسف نصيري، خير التسديد كان موفق، وتدخل الحارس كوفي كواكو لأول مرة استشعرنا للفريق الوطني عبر يوسف نصيري، خير التسديد كان موفق، وإمكانية لمنتخب بوركينا والتدخل من نصير المزراوي ويحيى عطي الله للحارس الدوري السعودي الذي يستقطب كبار اللاعبين في البطولة. أمين العدلي يعرفوا قيمته، يعرفوا قدرته، تريته، محاولة بناء اللعب ومحاولة
توريد دفاع بوركينا فاسو في اخطاء في التغطية، غير الدعم جالو من امين العدلي، امين العدلي لسليم، سليم املاح، سليم لم يركز كثيرا في الكرة الماضية، يسدد بعيدا عن مرمى الحارس البوركينابي كوفي كواكو، تضيع فرصة وإمكانية للفريق الوطني للوصول بالكنترول ممتاز جدا من الطرف الأيسر. 1-2 عبد الصمد التوغل في منطقة الجزاء، الكرة من الدائرة الأيمن أشرف حكيمي، إمكانية للعب عرضي في منطقة الجزاء لعز الدين وناحي. 1-2 ممتاز جدا للفريق الوطني، إمكانية 30 متر عن مرمى الحارس كوفي كواكو، أشرف حكيمي كرة تسدد وتدخل الحارس كوفي كواكو. اعتمد الزنزولي الانطلاقه من عبد الصمد على المساحه للتقدم من الطرف الايسر. 1-2 مطلوبه من عز الدين لاشرف، لعز الدين من الطرف الايمن بالماري مر، كره في منطقه الجزاء والتدخل الوطنيه يحيى عطي الله، كره في منطقه الجزاء لمنتخب اسود الاطلس والتدخل. 2 من العدل يمين، امين 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 يحضر امين عز الدين، والهدف للفريق الوطني الهدف الاول، وتفاعل المدنى مع ضحايا من فقدناهم، نكتفي بالتفاعل بهدوء مع هذا الهدف الجميل للفريق الوطني، هدف امام ما يقارب 38 الف مناصر في ملعب بولاق. قلتكم الادوار التي يقوم بها عز الدين وناحي في هذه المباراه ادوار مهمه جدا، لما يلعب كرات قصيره مع اشرف حكيمي ومع امين العدلي يكون المشهد كما تابعنا بشكل رائع، ومشهد تضامن وعناق بين لاعبي الفريق الوطني، هم ايضا لم يحتفلوا بهذا الهدف، فالاكتفاء بهذا المشهد الجميل في هذه المباراة التضامنية، المباراة الودية بين الفريق الوطني ومنتخب بوركينا فاسو. هدف أمين أمين أمين، إمكانية الأمين الذي سدد أمين العدلي في الكرة، أمر حادي جدا، يعني أي لاعب لم يلعب مباراة الأولى يحاول أنه تعود الكرة من جديد. عز الدين وناحي 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 وناحي، كرة سدد كانت إمكانية للوصول من جديد لمرمى المنتخب البوركينابي، مرمى كوفي كواكو. إذن متابعينا الكرام كلكم تابعتوا المباراة اللي جمعت اليوم بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البوركينا فاسو. إذن متابعينا الكرام شاركونا الآراء ديالكم حول أداء المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب بوركينا فاسو، وكذلك